طيب هروح مهندس اشرف وهسالك على حاجه. يعني احنا من بعد التعويم طول الوقت عمالين نقول قل الاستيراد، الاستيراد بقى يعني قل يعني مش بارادتنا لكنه بسبب الظروف. حضرتك كشركه بتشتغل في الصناعه بقالكم سنين طويله، العكس بقى التصدير ممكن يتاثر ايجابيا بسبب الظروف الجديده وتغيير سعر الصرف، ومتوقع انه في عقود تصديريه بتحصل في معارض طبعا احنا متوقعين ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هيبقى في بوتنشال كبير جدا للتصدير. احنا كمصنعين سعر المنتج دلوقتي بعد تعويم الجنيه اصبح منافس جدا، فانا متوقع ان شاء الله باذن ربنا يعني ان الفتره اللي جايه دي هنشوف عقود تصدير كويسه، وهنشتغل على ده وهنركز عليه كويس قوي. احنا جاهزين دلوقتي، جاهزين بمنتجات تقدر تنافس لاينز ديزاينز كواليتي مستوى تشطيب، نقدر ان احنا نصدره دلوقتي بره، نقدر نقول ان احنا عندنا منتج نقدر نصدره ينافس. ينافس. فكانت المشكله هو السعر، لان كان فرق لما كنا نحسب السعر على سعر الجنيه زمان قبل التعويم كنا دايما بنطلع غاليين شويه، كنا بنبقى اغلى مثلا من أغلى. الصيني. دلوقتي لا، دلوقتي احنا ممكن نكون ثمن الصيني او يمكن اقل شويه، وكواليتي اعلى بكتير من الصين اكيد ان شاء الله. ناخد معانا